هذه الشعارات، الشعارات العملاقة، الشعارات الكبيرة، شعارات أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه ضمن هذا المهرجان، مهرجان جائزة زايد الكبرى. ننطلق هنا مباشرة مع المركز الأول مع مقدمة الشوط ضمن تحديات شوطنا الثامن الذي يحمل في كشوفاته الجعدان المهجنات الأصايل من مسافة 5 كيلومترات، المسافة الخاصة بسن اللقاية. البداية مع المركز الأول مع هملول، هملول على مقدمة الشوط، هملول على المركز الأول لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي من يقوده في عملية التضمير والمتابعة. الزعيم العيناوي يتربع على عرش الانطلاق والاندفاع الأول. المركز الثاني شعار هجن الرئاسة يتواجد مع ثاني التحديات مع انطلاق هملول مع الظافر علي بن جميل الوهيبي يحتل المركز الثاني والثالث. هنالك هملول وهملول مع المركز الثاني والثالث. المركز الرابع، المركز الرابع يصل الآن وينطلق مايهاب لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم وسيف بن مبارك بن غويث في عملية التضمير والمتابعة. المركز الرابع يتقدم وشام، مرحبا بك يا وشام، لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم راشد بن سعيد الغافرية الفلاسي من يقدم وشام مع المركز الخامس في هذه اللحظات. 5 أسماء على مقدمة الشوط، لكن ما بعد الخمسة الأسماء الأولى هنالك المستحيل مع هجن الرئاسة. يتقدم الآن شاهين من هجن الرئاسة راشد بن محمد السم المنصوري. المركز السابع أيضا شاهين آخر من هجن الرئاسة أيضا مع المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري. يقدم لنا السلالة الشاهينية الغنية عن التعريف مع المركز السادس والسابع. المركز الثامن يتقدم الآن مستحيل من هجن الرئاسة وراشد بن بخيت المقارح يتقدم الآن على المركز الثامن. المركز التاسع مشاهدينا متابعينا الأعزاء هنالك كفو، ومرحبا بك كفو، ومرحبا بشعار كفو يتقدم بشعار هجن الرئاسة. المضمر القدير عيسى بن أحمد بن ماجد الخيل يحتل المركز التاسع. المركز العاشر وصل شاهين، ينطلق الآن شاهين من هجن الرئاسة راشد بن محمد بالسم المنصور يقدم شاهين مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشرة الأسماء الأولى للعشرة الشعرات العملاقة المنطلقة في مسار هذا الشوط. نعود مع البداية، نعود مع المقدمة مع شعار هجن الرئاسة، السيطرة على مقدمة الشوط، سيطرة رئاسية على مقدمة هذا الشوط. وصل الآن، وصل شاهين، الله يا شاهين، وشعار هجن الرئاسة راشد بن محمد السم المنصوري. سيطر مع الأشواط الرئيسية الأولى، سيطر منذ الشوط الأول إلى أن وصلنا إلى الشوط السابع وجميعها مع هجن الرئاسة. النواميس مع هجن الرئاسة وأيضا مع المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري. هنا كما تشاهدون على شاشة أبو ظبي الرياضية الشاهينية أفضل توقيت زمني 7:25 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وللمستحيل راشد بن محمد السم المنصوري. يواصل الإبداع، يواصل التحديات، يواصل الإثارة، يواصل المتعة مع شوطنا الثامن مع انطلاق شاهين على المركز الأول. شاهين مع مقدمة الشوط، هملول مع المركز الثاني. الله يا هملول يتقدم الآن لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ بن خميس الجنيبي في عملية التضمير والمتابعة. غير هملول، انطلق هملول، اندفع إلى مقدمة الشوط، بدأ يبحث عن الناموس، بدأت التحديات، بدأت رحلة البحث عن الناموس مع اقترابنا من لوحة 1200 ما تبقى عن نهاية هذا الشوط. ولكن شاهين، شاهين غير الآن، انطلق شاهين وشعار هجن الرئاسة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط. التحديات قمة الإبداع، المستحيل على المركز الأول
راشد بن محمد بالسم المنصوري، وصل شاهين آخر ليساند شاهين مع المركز الأول، نفس المؤسسة مؤسسة هجن الرياسة ونفس المضمر المتألق راشد بن محمد بالسم المنصوري. الله الله، المركز الثالث هنالك هملول يتقدم الآن، هملول لسمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان محفوظ الخميس الجنيبي. المركز الرابع وصل هملول من هجن الرياسة الظافر علي بن جميل الوهيب من يحتل المركز الثالث. المركز الرابع هنالك أمل الخامس، وصل أيضا هملول من هجن الرياسة الظافر علي بن جميل الوهيبي. ولكن مقدمة الشوط الرئاسة، الرئاسة مع المركز الأول، الرئاسة مع النواميس والنواميس مع الرئاسة. انطلق شاهين من هجن الرئاسة، راشد بن محمد بالسم المنصوري يتقدم المشاركين، يتفوق مع هذا الانطلاق. ولكن حذاري، حذاري من الظافر علي بن جميل الوهيبي يغير الأمور. القادم مع المركز الثاني يشكل كل الخطر، اندفع مع المركز الأول هملول، هملول من هجن الرئاسة الظافر علي بن جميل الوهيبي يغير الأمور، يقلب موازين هذا الشوط. شعار هجن الرئاسة مع المركز الأول والثاني والثالث، ناموس محقق لهجن الرئاسة. ولكن مع من المضمرين؟ الظافر علي بن جميل الوهيبي يثبت وجوده في مسار هذا الشوط. تهانينا تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وللظافر علي بن جميل الوهيبي على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل شاهين، وثالثا شاهين من هجن الرئاسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. المركز الرابع أيضا هملول من هجن الرئاسة مع الظافر علي بن جميل الوهيبي. المركز الخامس وصل هملول بسمو شيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. تهانينا تهانينا والناموس لجميع الفائزين، وتهانينا والناموس للمرة الثامنة على التوالي لشعار هجن الرئاسة، والتهنئة أيضا للمضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي من قدم هملول بهذا الأداء الجميل والمميز. هنا لحظات انطلاق الشوط ولحظات الاندفاع ولحظات التوقيت الزمني وانتصار هملول من هجن الرئاسة مع الظافر علي بن جميل الوهيبي. قطع مسافة 5 كيلومترات بانتظار التوقيت الزمني مع المخرج العزيز أسامة الهواري من يتابع هذا المسار وهذا الانطلاق. التوقيت الزمني 7:33، 5 أجزاء من الثانية هو توقيت هملول من هجن الرئاسة. تهانينا والناموس. بينما المركز الثاني وصل شاهين مع المركز الثاني أيضا من هجن الرئاسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري، 7:35، 9 أجزاء من الثاني وتوقيت شاهين. بينما المركز الثالث أيضا وصل شاهين من هجن الرئاسة مع المستحيل راشد بن محمد بالسم المنصوري. التوقيت الزمني 7:36 و7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما نستعين مشاهدينا.